بتنصحي طيب اللي بيبقى عندهم ولاد، او يعني لو عندك ولاد بتعملي ايه انه تحميهم من المحتوى اللي ممكن يكون ضار مش آمن بقى وبيجي لنا من بره؟ والله على يعني على قد ما نقدر احنا بنحاول يعني نوجه نتكلم، بتحاولي يعني تفولو اب طبعا على قد ما تقدري، تتابعي معاهم تتفرج على ايه وتبعدي. ما انت للاسف الشديد انت السوشيال ميديا كل واحد دلوقتي معاه التليفون الايباد، فصعب قوي ان انت تقدري تعملي كنترول. فعلشان كده لما انت كل ما يبقى عندك محتوى اكتر موجود الولاد هيروحوا له اكيد، بالذات لو هو معمول بكواليتي حلوه اكيد هيحبوه، زي ما حبوا الكاركتر بتاع كيكو، زي ما اللي حبوا هي كتير. الشخصية طبعا الأساسية أو بالظبط الشعار، شعار مظبوط، المهرجان. زي ما حبوا شخصيات كتيره قوي موجوده زمان وللاسف ما كملتش. فنفسنا اللي يتم يعني يبقى فيه ارتباط بين الكاركترز بين يعني بين الولاد وبعضها. دينا، انا يعني عايزه برضو اأكد ان احنا كلنا فخر بمهرجان نبتة وسعداء انه جزء من فعاليات مهرجان العالم عالمين. نتمنى لكم دايما النجاح، ونتمنى ان احنا نشوف اكتر محتوى آمن زي ما انتي قلتي بيخرج من تحت عباءة مهرجان نبتة. سعيدة جدا بوجودك معانا في ميرسي. من العالمين، دينا إبراهيم عضو اللجنة المنظمة لمهرجان نبتة. بالتوفيق والنجاح دايما يا رب. ميرسي ليكي.